السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في قناة صيانة الحاسب والدعم الفني والشبكات. شرح اليوم حل مشكلة عدم اتصال الشبكة في اللابتوب مع الشبكات متوفرة، يعني الشبكات متواجدة ومع ذلك يرفض الاتصال في الشبكة. الحل كالآتي وبسيط جدا: التوجه إلى الإعدادات، أبدأ ثم الإعدادات ثم النتورك أند إنترنت، يعني الشبكة الشبكات والإنترنت، ومن ثم توجه إلى هذا الخيار نتورك ريست، وبعدها ريست ناو. راح يطلع لك هذا الخيار: Are you sure you want to rest your network setting؟ حطوا يس. خلاص تظهر لك رسالة تقول ان خلال بعد 5 دقائق راح يطفل الجهاز، راح يكون في ايقاف للجهاز، وبعدها على طول راح تتصل معك الشبكة دايركت بدون اي مشاكل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.